وجميع المسلمين من كل شر. هذه آفة. نعم. شتني ولا الله يبيض وجه معاجيبنا اللي فكانا منها. أيوة. ويعز حكومتنا كبيرهم وصغيرهم اللي يكافونها يفكونا منها. وما دامنا في موضوع الموضوع هذا عندي أبيات حلوة نصيحة للشباب. تفضل. نصيحة للشباب أقول عسى الله يخارجنا ويستر من الشباب يتجاهلون قال الله كأنهم ما يعرفونه. يا لا من ضوى الليل قام يدوجون بغير أسباب. الله يبعد الله منا ومنكم وجميعا. ولا من ضوى الليل قام يدوجون بغير أسباب ولا ذمذن الصبح رقدوا وما يصلونه. لكون شروا من عندي فيهم خير فيهم ضباط فيهم دكاترة فيهم رجال شروا من لكن خطوات السنان في مجلسه مع الشياء يفرح إلى من شاف ربعه يجرونه. عسى الله يخارجنا ويخارجه من شلة الإرهاب. ترى المعلوم من عسى الله يكفينا شر. أي والله. عسى الله يخارجنا ويخارجه من شلة الإرهاب اللي لا شافوا صغير السن بالمال يغرونه. أوصيك بطاعة الله ومجالسة الأحباب هل الدين والعلوم الطيبة عنهم من غير كسور في الطيبين. عسى الله يخارجنا ويخارجه من شلة الإرهاب اللي لا شافوا صغير السن بالمال يغرونه. أوصيك بطاعة الله مجالسة الأحباب دائما على طريق الخير يدعونه. تعال هذه مقاس الطيب وهذه مقاس الخير. والله لا يحرمنا ولا يحرمكم من طاعة الله ولا من الخير. ترى الخير الطاعة. ترى الخير. شفتني ولا لا؟ والله لا يحرمنا ولا يحرمكم منها. اللهم وسلامتك والسلام. الله يسلمك من كل شر يا أبو نايف. وعلى نشكرك صراحة في